يا ترى بقى ايه التفاصيل الخاصة بحالة الطقس المتوقعة خلال كام يوم اللي جايين واحنا داخلين على ويك اند؟ للإجابة على هذا التساؤل احنا معانا على التليفون مشكورة طبعا دكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية. يا صباح الخيرات على حضرتك يا دكتورة، وأهلا بيكي معانا في 10 الصبح في الأهلي. صباح الخير على حضرتك استاذ كريم واستاذ نهاوند وكل الساده المشاهدين. اهلا بيك. بتهيألي من امبارح ابتدينا نلحظ ارتفاع يعني نسبي في درجات الحراره، في احساس عام بالدفى شويه، والكلام ده اتاكد النهارده اكتر، فده معناه ان احنا هنستمر على هذا الوضع الكام يوم اللي جايين، ولا متوقع يكون في انخفاض اخر في درجات الحراره؟ بالفعل يمكن احنا بالامس متوقع اليوم يكون في زياده لفترات سطوع اشعه الشمس خلال فتره النهار، يمكن ده هو اللي محسسنا بالتحسن والاستقرار في الاحوال الجويه، ودايما الظاهره الجويه اللي بتكون مؤثره في الفترات دي او فترات التحسن في الاحوال الجويه هي طبعا السبوره المائيه اللي بتكون كثيفه احيانا على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، وسبوره مائيه كثيفه يعني بتؤدي لانخفاض ملحوظ في الرؤيه الافقيه، فمهم جدا خلال الفترات القادمه، خلال فترات الصباح الباكر والساعات المتاخره من الليل القياده تبقى بهدوء تام بسبب الشبوره المائيه، وناخد بالنا من كثافه الشبوره المائيه. اليوم متوقع فرص امطار تكون موجود على سواحلنا الشماليه الغربيه زي مطروح والاسكندريه، وهي امطار خفيفه خلال فترات النهار. ايضا هيكون في نشاط للرياح على السواحل الغربيه، هيكون مثير لبعض الرمال والاتربه فقط في مطروح والسلوم المناطق الغربيه من البلاد. مع فترات المساء هتبدا السواحل الغربيه تتاثر بوجود منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا، فكميات الامطار الخفيفه دي هتتحول لامطار متوسطه. مع دخول فترات الليل والساعات الاولى من صباح يوم الخميس المنخفض الجوي ده هيتحرك من الغرب للشرق، فهيبدا ياثر مع الساعات الاولى من صباح يوم الخميس بامطار على مناطق من محافظات الوجه البحري سواحلنا الشماليه الشرقيه، والامطار دي هتكون امطار متوسطه ورعديه على السواحل الشماليه والمحافظات شمال الوجه البحري، امطار خفيفه متوسطه على بعض المناطق من جنوب الوجه البحري، ممكن تمتد خفيفه لبعض المناطق خلال صباح يوم الخميس لبعض المناطق من القاهره الكبرى، ومع يعني استمرار الساعات في يوم الخميس هنلاحظ تحسن مره اخرى في الاحوال الجويه، تبقى فرص الامطار فقط في المناطق الساحليه المطله على البحر المتوسط، يمكن هي اكثر التاثر بالمنخفضات الجويه، وكميات الامطار عليها هتختلف من يوم ليوم، هتستمر كمان الامطار عليها الى يوم الاحد القادم ما بين الخفيف للمتوسط، وغدا هتكون رعد ان شاء الله. فمهم نحذر كل سكان المناطق الساحليه المحافظات المعنيه اكثر بسقوط الامطار، لازم تبقى القياده بالاتزان مع سقوط الامطار، نبتعد تماما عن اعمده الاناره واشياك الكهرباء والاعلانات المعلنيه والمباني المتهالكه، مهم كمان ان احنا نتابع النشرات الجويه عشان نعرف غزاره الامطار موجوده فين والحاله الجويه عامله ازاي. بالنسبه لدرجات الحراره احنا هيكون طبعا في انخفاض في درجات الحراره خلال الايام القادمه، العظمى على القاهره الكبرى هتكون ما بين ال 18 يمكن مع بدايه الاسبوع القادم هتكون 17 درجه مئويه، فهنحس اكثر بالبروده خلال فترات النهار، اجواء بارده الى شديده البروده خلال فترات الليل، خاصه كمان ان غدا هيكون في نشاط للرياح على اغلب المناطق هيخلينا نحس اكثر بانخفاض درجات الحراره. جميل، احنا بنشكر حضرتك يا فندم جزيل الشكر على مشاركتك معانا، وان انت عرفتينا الوضع هيكون جويا عامل ازاي الايام اللي جايه. كانت معانا دكتوره منار غانم عضو المكتب الاعلامي بالهيئه العامه للارصاد الجويه.